يعني احنا احيانا تعرف يعني كزملاء نجلس مع بعض احيانا نتقابل بين الفتره والفتره يعني نسمع بعض اعمالنا الجديده. فانا كنت سمعت اغنيه سكه طويله وهي بتنطبع عندي في المؤسسه يعني كانت خلاص الاغنيه تسجلت وركبت صوتي عليها وبتنطبع. فهو سمعها فقال لي انا ابغى اللحن هذا. اي فالحقيقه انا انحرجت من الاستاذ طلال طبعا لكن عملت له اغنيه ثانيه اسمها انت ترى وسجلت لها على شريط كاسيت ومستني متى يعني يسجلها ابو عبد الله وتنزل وان شاء الله في ايضا تعاون ثاني وثالث ورابع. طيب اعجاب الفنان طلال مداح كان من اللحن او من الكلمه او من الاثنين معا؟ والله انا اتكلم عن نفسي يعني انا قلت له اسمع لحن جديد لي يعني فهو يعني طبعا اكيد اعجبته ككلمه وكلحن ما في شك يعني اغنيه ككلام ايضا جيد وكلحن ايضا يعني ما اقدر اقول لك انه جيد لكن الى حد ما كويس فهو أعجب بالفكرة ككل يعني. نعم.